السلام عليكم ورحمة الله إخوان الأخوات السادة والسيدات وأصحاب المعالي والسادة، جولة استكشافية ديالنا الاستطلاعية. نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هاد النقطة هادي ديال شارع الحسن الثاني بمدينة تمارة. قلنا دايزين على مدينة تمارة، ندير واحد الإطلالة نشوفوا الأمور كيفاش ولات، أو نشوفوا الأمور كيفاش دايرة من بعد ما تم إعادة هيكلة ديال هاد الشارع هذا من راس الطبلة تاع راس الطبلة كما كيقولوا، يعني إنارة الواد الحار، مساحات خضراء، طريق الرصيف، كلشي تعاود كلشي كما كتشوفوا الاخوان. امور هنا يا صدقات ما شاء الله تبارك الرحمن، شجيرة عما شدوا عطا واحد المنظر جميل هنايا. هاد الشجرة هذا صافي راه الخريف دابا قريب، راه غيبدا يطيح الوراق. كاين عندنا واحد المشاكل هنايا الاخوان، كاين شي مشاكل هنايا. المشاكل كتجلى فهاد النقطة هادي اللي هنا. لاحظوا معانا الشركة المباركة ما كديش داكشي كما يجب وكما ينبغي وبالشروط وبالمواصفات اللي خصها دار. مثلا عندنا هنا ولوجيات، ياك هذه ولوجيات، هذه ولوجيات الاخوان لاحظوا معنا شحال عاليه. دابا هذه واش غيطلع منها الكروسه هذه؟ الناس ديال صحاب احتياجات خاصه واش غيطلع هنايا بوحدو؟ هذه راه خاصو 7 الناس باش يطلعوه، واخا يبقى معاه هنايا ما عرف شحال ما يطلعش من هنايا. شحال عالية ملي كنت كنقول لكم حكارة الشركة ما كتصاوبش هاد الولوجيات بشكل اللي مطلوب، المعايير اللي خصها تطلع اللي خصها تكون بالنسبة للناس اللي هما ذوي احتياجات خاصة. كتقولوا لي لا راه باقي الفينيسيو ما داتش، ها دابا الفينيسيو سالات يلا، وشوف شحال ديال العلو خلاو فيها. شوف شحال ديال العلو، شوف واش هنا الرويضة ديال هذاك الانسان اللي مقعد غادي يطلع عليه هنا. يعني الشركة المباركة كنتمنى باش تتفادى هذا الموضوع، هذا الاشكال هذا. هنا لاحظوا معنا اخوان، لاحظوا معنا هنا انت شوفوا هنا هاد الناس هادو كيجيو هنايا كيبغيو يديروا اجر، ياك يرحموا من في الارض يرحموا كمان في السماء. واخا ولكن باش غتبقى دينا هنايا العشوائيه، تبقى تعطي الماكله للقطوط ولا الكلاب بواحد الطريقه عشوائيه، اللي عنده شي زبل ولا اللي عنده شي حاجه شاطلي في الدار ولا اللي عنده شي جوج فرانك كيشري شي فرماجات ولا شي نسيترو حليب ولا اللي عنده شي كارطونه يجي هنا يدير يخبي بها يدير لها فين يسكنوا، راه هذيك ماشي طريقه. واسمح لي بغيتي دي اجر راه كضرب الزيرو، داك الاجر في الزيرو. علاش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك اماطه الاذى عن الطريق صدقه، ياك
انت هنا كتادي الناس الشريف، كدير اجر ولكن في نفس الوقت راه كتضربو في الزيرو لان كتادي الناس. دابا انا كمواطن، هنايا غادي ندوز ما غاديش يعجبني هذا المنظر، هذا الريحه كريهه ياك، شوف الازبال، شوف الكراطن، شوف التبرع، شوف هادشي ما منظمش، شوف الازبال، شوفوا البيئه كيفاش تلوثات، شوف هانتم، شوفوا الازبال هانتم، شوفوا المخلفات اللي كيعطيو القطوط والكلاب، شوفوا كيردوا هادشي، شوف الكراطن، ريحه كريهه الاخوان، شوف هنا الدنيا كيدايره بازبال، شوف القطوط ميتين، ريحه كريهه، شوف الاخوان، شوف او باش غادي تجي ودير اجر، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، مزيان، ولكن باش غتجي وغدير الطريقة هذه العشوائية، راه اسمح لي هذه راه ما خدمة ما والو، كتأدي الناس اللي بغاو يدوزوا هنا أولا بهاد الأزبال، أديتي البيئة، شوهتي البيئة، لوثتي البيئة، وخسرتي المنظر العام ديال الجمالية ديال هاد الممر هذا بهاد الطريقة هذه. واش عباد الله كسكسو شاط عليك ولا الروز جيت تحطو في وسط الطريق، واش هادي ماشي هذا ماشي غبي، هذا تحط لي الروز في وسط الطريق، عباد الله، جنبوا داكشي على الاقل في الحيط لهيه، اجي نوريكم، اجي اتفقوا بعضياتكم، اتفقوا مع شحال نتوما اللي كتجيو هنا، كل واحد اللي كيبان عنده شي جفره كيجي هنا يخسرها ويجي له حنا هنا في الطريق، اتفقوا هنا في تعطون المسائل الحيوانات اللي بغيتو هنا، ومن الثاني واحد فيكم بدا يجي ويجمع داك الازبال كامله، ماشي يجي ويلقى الزبل مثلا، دابا انت اليوم جبتيه هنايا في الماكله، جبتيه في هاد الطاسه هادي ياك، المره الجايه جيتي ولقيتي الطاسه خوات وجمع، الله يرحم لك الوالدين، زبلك هذاك جمعو، ما تخليش لينا هاد الازبال هنايا، راه ماشي الناس هنا عرقوا خلاو ريتهم هنايا في الاشغال ليل ونهار باش تجي انت وتلوث لينا هاد البيئه هادي بهاد الطريقه هادي. وهاد المنظر دا ولينا كنشوفوه بزاف، ولا كيدار في المغرب، ولا بغيتو ديروا الرحمه والاجر ديو اجر، والله يرحم لكم الوالدين، داكشي يكون مقنن ويكون عنده واحد الشروط، ماشي عشوائي، يكون ماشي ترميه في اي بلاصه تحطوا الماكله وتزيدوا في حالاتكم، كتبقاو مخلفات تماك، مخلفات كتلوث البيئه. الله يجازيكم بخير، الا ما هذه راه ماشي خدمه، هذه راه ماشي خدمه، سمحوا لي. الناس كتخدم وتصاوب البيئه، هادشي راه عرفتي شحال طالع عليهم هادشي ديال الزباب ديال الفلوس، هادشي هذا راه كل شجره هنا ما عرفتش شحال كتسوى، وكل كل كل مساحه هنا راه كيقابلها عامل، وتجي انت في الاخر ترمي لنا الازبال وترمي لنا اسمح لي الله يرحم لكم الوالدين، هذه راه ماشي خدمه هذه اللي كديروا. اذا يا اخوان عرجنا على هذا الموضوع هذا، لان هذاك الشيء ضرني في خاطري، هادشي راه تيوقع في المغرب بزاف، اللي شاف شي قطه ولا شي حاجه يبدا يجيب لها الماكله ويحطها بطريقه عشوائيه. نرجعو الموضوع ديالنا اللي هو الولوجيات اللي كدير الشركه المباركه ديالنا، راه ما فيهمش المواصفات والمعايير الصحيحه بالنسبه للانسان اللي عندهم ذوي احتياجات خاصه. طريقة الخدمة ديالها راه كديرهم عاليين، إلا كنت غادا تديرو الولوجيات بديك الطريقة راه بلاش كاع، هانتوما راقبوا معانا الشارع كامل الولوجيات فيه عاليين، ما يصلحش المقعد على الكرسي المتحرك راه ما يدوزش منه، اولا المرا كبيره ولا هذا ما تقدرش تهز بزاف داك العتبه هذيك عاليه.
لاحظوا هنا، لاحظوا الولوجيات هنا، شتي شوف الولوجيات هنا كي دايره، شوف الولوجيات كي دايره، شتي ها 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 شحال عاليه. هذا المقعد، المقعد هذا ما يطلعش من هذا، خص لي يعاونو، هذا خص لي يعاونو. هذا مازال هذه شويه حاضر، اجي نوريكم شويه اخرى تشوفوا شحال عاليه. ها انت بلاتي بلاتي واحد معنا يا اخوان. هاد شوفوا الولوجيات، ها هذه الولوجيات ياك، هاتم هذه الولوجيات، شوفوا شحال حاضره هنا، هنا شي شويه ناقصه على الاخرى، هاتم شوف شتو هذه، هذه مازال مازال نقولوا مازال شويه قدر يطلع منها هذه، شتو شتي راه خصها تكون مواطاه مع الارض، خصها تكون مواطيه، خصها تكون مواطيه مع الارض. شوف هذاك الشويه ما خصوش يبقى، غادي نوريكم الجهه اخرى عاوتاني. هات ما تقولش لي انا هذا ما يطلعش من هنا، ها شتي شوفوا شحال هاني، شوف شوف شحال هاني، شوف 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 شتي ما يطلعش من هنا، والله ما يطلع من هنا. شوف 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 تم الجهه اخرى، شوف شوف من الجهه اخرى شحال عاليه، شتيها هما دارها مواطيه ولكن العلو عاليه، شتيها يعني الاخوان الشركه راه خاصها تراجع المعايير ديال هذا، ماشي راه هي عارفه، هي راه عارفه ما خصهمش يكونوا هكا، وراه خاصها ترجع تقاد هذا الشيء ديالها. انا تنقولها لكم من هذا المنبر، هذا الشركه شكون يصاوب هذه الجي تي ار، جي تي ار تجي تصاوب الولوجيات، راهم عاليين، راه غير صالحين الولوجيات للناس اللي عندهم كراسي مقعده. ها انت ها كيفاش خصها تكون، هذا هو بحال هكا، ها انت ها انتم لاحظوا معايا، هذه مزيانه بحال هكا، شتو 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 كي مواطيه، شتو مواطيه، ها هادي واخا هادي مزيان، هاديك لي الهيلا، هاديك لي الهيلا، شوف شوف شحال عالي، هاي شتيها شوف شحال عالية واخا، يعني الاخوان الشركة ديال جي تي ار اللي صوبات في الشارع هذا، وراه ماشي غير هذا الشيء، ماشي غير في هذا الشارع هذا، راه كاين شارع ملاشي حتى هو والولوجيات فيه عاليين، كاين ديال ولاد مطاع، يعني راه هذه هذه المسألة هذه راه ما كتاخذوهاش بعين الاعتبار، ماشي معقول، ماشي معقول هادشي. لاحظوا كاع الولوجيات كلهم 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 عاليين، كلهم ما يطلعش فيهم كرسي مقعد. شوف 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 هذه شحال عاليه، شتيها شوف شوف شحال عاليه، شتيها شتيها
كنتمنى من الشركة جميع الشركات يبقاو يديروا ولوجيات اللي هما صالحين. شوف 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 لاحظوا هذه الولوجيات. شوف شو الولوجيات شحال عامة، شتي شحال طالعة، شتو شتو شوف الولوجيات الاخوان راه عندنا زيرو، الشركة ما كتصاوبهمش مزيان، ماشي على كلشي لا، بلايص اللي كيكونوا فيها المسؤولين كيدوزوا منا بزاف وكيكونوا فيها الناس الشخصيات كيصاوبوهم مزيانين، والدليل ان طريق البحر صاوبو مزيان. الطريق الساحلية ديال البحر كلهم الولوجيات مواطين مع الارض، مواطين مع الطريق، علاش؟ لان تما كيدوزو مسؤولين وشخصيات، وهناك ها ولاد الشعب خليهم يتمحنوا. ايوا لا اسمح لي اسمح لي يا اخوان، كانت هذه اطلال على شارع الحسن الثاني، هضرنا في هذه النقاط هادو، عرجنا على هذه النقاط هادو لعل عسى يدركوهم الناس. كاين هضرنا على الناس اللي كتعطي الماكلة للحيوانات في المكان العام، وهضرنا على الولوجيات. الى هنا اترككم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.